في وقت المواجهة بالدليل تسقط الأقنعة وتنكشف الحقيقة ويبقى الأثر. إجابتك هي التي تحدد مصيرك، ثقتك لا تعتقد أنها بتجيك، وترى جمهورك هو خصمك. كل شيء بينكشف هنا. تفضل يا مهذاب. كلبي قاع. هذا مكتب المحقق بريك. هذا اللي قلت لك عنه محقق خطير جدا. ترى اغلب الضيوف اللي يجون هنا يحسبون ان الموضوع سهل. وانت بيني انا ادخل هنا يعني؟ لا تفضل معي. انت بيني وبينك تحس ان الوضع نفس في الشارع، اثار الجدل كذا، ترى الرجال ما يمزح. لذلك انتبه وخليك هادي وريلاكس ولا تتوتر. وانت بتطلبني؟ شوف قل لي انت من كلمه ثلاثه توتر ذي تراك وترتني، الله يرضى لي عليك. انا متوتر اكثر من انت متوتر، تدري؟ افيد العلم. تفضل تفضل، بس قبل لا تدخل معليش. شوف من التوتر، التوتر نساني. ممنوع تدخل للغرفه ومعك جوالك. اعطني جوالك. ابن ابوي. نعم يا ولد ارفعها. وش اللي تاخذ جوالي؟ وش اللي تاخذ جوالي؟ جاب لي لقاء انت ولا تبي تاخذ جوالي؟ انا محاميك ترى، ما اعطيتني الباقي. عطني عطني جوالك. ارفعه. وش اللي يعطي جوالي يا ولد؟ عطني جاب لي لقاء ولا تجيك عطني جوالي. زحمه عزيزي يا ابو هذال، الله يرحم والديك. انت صادق بالله انك صادق؟ انا عارف. اي والله صادق، لابد تعطيني جوالك يا رجل. انت من استقبالك من برا انا داري حاسم في عندك شيء. المحقق ما يسمح انك تدخل الغرفه وفي جوال، لانه ممكن يعني. يا ابراهيم ترى انت من يومك استقبلتني وانت ما ادري شو وضعك يا ابو هذال. الله يرحم والديك، لا تطلعني من طوري لاني انا متوتر من بريك، وانت راك بيوترك كذلك زيادة. والله احترام للكاميرا بس. الله يعطيك العافية. تفضل ابو هذال، اذا بغيتني في حاجة كلمني. ها اجيك قفص مظلة. تفضل تفضل. يلا الله يعينك. يا ليل الليل الحين. طيب في تصوير ولا ما في تصوير ولا وش السالفة يا ولد؟ برايك وينه يا ولد؟ حتى التشخيص. يا ولد ولد يا ولد. سلام. تعال يا سعود، تعال هنا. تعال. أنت وين؟ سعود. ألو سعود، أنت متهم. أسمعك. سعود بن هذال المتهم. سعود بن هذال، أنت من وضعت نفسك في هذه الدائرة، دائرة الاتهام والتحقيق؟ أنت بريك. إي أنا بريك. طيب أنا ما تجي سلية. لا، أهم شيء أنك تسمعني. تسمعني كويس؟ أسمعك كويس. صوتي واصلك يا سعود؟ الحين في تصوير. هذا اللي يهم، صوتي انه واصلك. ما عليك في تصوير ولا ما في تصوير، اهم شيء انت وضعت نفسك في هذه الدائره، دائره الاتهام والتحقيق. إيه؟ اتمنى انك تحصل على البراءه. براءه وايش؟ انا جاي لقاء ولا جاي تحقيق ولا ايش السالفه؟ شفت الكرسي اللي وراك؟ الله عليه طاوله. اجلس. إيه؟ اجلس على الكرسي. اجلس. حلوين. اجلس. في شاشه قدامك راح نعرض لك فيها فيديو او مقطع صوت او تغريده. الحين هذا لقاء بريك ولا تحقيق ولا ايش السالفه؟ تحقيق. حلوين. يعني انت الان في تحقيق، ما لك علاقه لا في تصوير ولا في غيره. انت هل في تحقيق الان؟ هل الشاشه اللي قدامك راح تعرض لك مقطع فيديو ومقطع صوت او تغريده؟ لك خيار واحد، انك تطلب المحامي او انك ترفض ظهور التغريده او الصوت او الفيديو للمشاهدين الكرام. حلو. طيب انا جاي اقدم هنا على وظيفه. ايش السالفه؟ الملف، افتح الملف واقرا اعلى كلمه موجوده في الورقه اللي عندك. هذا واحد يطلب وظيفه. اعلى كلمه يا سعود. تعهد. تعهد يا بريك. اقرا التعهد بينك وبين نفسك، واما انك توقع او انك تتفضل. أتعهد بأن أجاوب على جميع الأسئلة التي يطرحها علي مقدم برنامج بريك. لا تقرأ، أقرأ بينك وبين نفسك. ما راح أراوغ. وقع ولا تفضل. توقعت؟ يلا ها. وقعت. ممتاز ممتاز. لا تصور توقيعي.
سعود لبيه. بالنسبة لشرحي لك على الشاشة واضح؟ واضح واضح. طيب قبل أخذ صورة، معي صورة ودي أعرضها، لكن قبل الصورة هذه أنت كم صار لك في الإعلام يا سعود؟ صار لي 9 شهور أو 11 شهر. 11 شهر حددت وجهتك فيه؟ حددت وجهتي فيه. ولا باقي يعني مختلف في الوجهات يعني ما عارف تروح وين؟ ماني من اللي تخبطوني بريك، عارف مكاني وين وعارف وين وجهتي والحمد لله متجهها. ممتاز. أنت وينك؟ أنت ترى ما تجي تجلس هنا يا مسلم. إذا في الوقت المناسب، إذا حسيت إن وجودي من يوم حسيت وجودي استقبالكم عندك غريب. إيه؟ غرفتكم دي تجيب الكآبة. أنت ما هو بشغلك، هذا الشيء اللي أنت قاعد تسويه ما هو بشغلك. أنت الآن يجيك السؤال تجاوب عليه فقط لا غير. متى ما شفت إن وجودي عندك مفيد تلقاني قدامك. خيرا رأيت يا رجال، خيرا رأيت. عطنا أسئلة. وش اللي خيرا رأيت؟ احنا في حلم احنا. عطنا أسئلة كبريك. لا أكثر بس. انتقل فاضك يا سعود. خيرا رأيت. هات أسئلتك. أنت ما خليت ولا واحد يتخذي الفاضة. عطونا الصورة. يا من يوم دخلت وأنتم. الصورة جاهزة يا شباب. الله لا يشفعنا. عرضوا الصورة لسعود فقط. وبعد ما يشوفها سعود نشوف يملك الشجاعة نعرضها للجمهور. المشاهدين الكرام ولا لا؟ لا تعرض. ها؟ والله اني معصب لكن لا اعرضها. نعرضها؟ احسب انا كنت احسب بيطلع لي شيء يفجعني بس يلا اعرضها. أعطونا عرضوا الصورة للمشاهدين جماعة الخير. والله أني شلت هم الصورة يا جماعة. بس سعود غيرت الروتين من يوم دخلت أنا معصب. هلا سعود. هلا. زواج والدتك الله يطول في عمرها لك ويحفظها، زواج والدتك بعد موت والدك أثر على حياتك تأثير سلبي؟ لا أثر تأثير إيجابي. عمر بن هداد كان أكثر من أخ؟ كان في مثابة الوالد؟ عمر الأخ والصديق والأبو وكل شيء الله يطول في عمره. وبالنسبة لزواج أمي السؤال الأول، أنا برجع من السؤال الثاني للسؤال الأول، هذا تعلمت منه كثير وتعلمت ما لا يتعلمه غيري، وأحس أني الآن في إنسان عايش في جيل غير جيله، أحس إني أكبر من أي شخص ثاني. في موقف صعب؟ موقف إيش؟ صعب في حياتك مريت فيه؟ لا الحمد لله، المواقف الصعبة كلها نتجاوزها، عشان كذا أقول لك أنا أكبر من المواقف الصعبة. طيب عندي صوت. هات. تسمع أنت بشكل خاص؟ وأتمنى يعني تواصل في شجاعتك، ولو إني ماني متأكد إنك بتواصل. أنا ماني متأكد صراحة. أنا أتمنى إنك تواصل شجاعتك، وإن تعرض كل ما نعرض لك يعرض للمشاهدين الكرام، لكن ما أعتقد إنك راح تواصل يا سعود، لأنك يبدو إنك أوفر. والله شف بالنسبة للصوت ذا المفروض انك ما تعرضه في قناة مثل المجد يا بريك. وأنا ما هو بجب مني اني اقول ما هو ما يعرض، لكن احتراما للمشاهد ابي اقول انه لا يعرض، ولا انا ما عندي اي مشكلة انه يعرض، لكن احتراما للمشاهد الان عندي مشكلة انه يعرض. لكن انت يا بريك كيف تجيب ذا الصوت هنا سعود؟ انت تقول شيء والله جد، انت كيف تجيب ذا الصوت هنا؟ الصوت صوتك ولا لا؟ الصوت صوتي، لكن انت يا بريك المقطع ذا اصلا انت كيف جبته؟ لانك قلته.
جبت لي اللي قلته لأنك قلته للأسف للأسف يا بريك أن أنت للأسف لحظة 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 في 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 للأسف في فرق بين الخطوط الحمراء وإنك تتعدى للأسف أنت الحين تعديت الخطوط الحمراء يا بريك لحظة المفروض إنك لحظة يا سعود اسمع اسمع سعود أنت اللي تسمع أنا اللي أسأل وأنت اللي تجاوب لا الحين اسمعني أنت اللي اسمعني أنت اللي اسمعني اسمع مشكلتكم مشكلتكم مشكلة بعض المشاهير البعض عشان ما عمم أنت الصوت ذا أنت اللي يقول 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 أشياء لا هذا يعني قاعد ترسل عليه اسمعني اسمعني لا تقاطع لا تقاطع لا تقاطع يا بريك لا تقاطع يا سعود لا تقاطع لحظه هذا لا تعرض لا تعرض انك عرضته يا بريك اسمع اسمع هذا تو قص يا اسمع يا سعود كل اسمعني يا سعود هذه مشكلتك هذه محتواك هذا محتواك يا سعود يا بريك هذا محتواك ابى اعرضه للمشاهدين الكرام لا تعرضه لا بعرضه لا بعرضه بريك كل هذا الكلام تسوي لي قص رجاء يعني كلام سوي لي قص وافتح لي الباب خلني امشي هذا محتواك افتح لي الباب خلني امشي انا ما جبت شيء من اسمع هذا ما تعرضه هذا ما تعرضه انت كيف تعرض هذه اشياء خاصه اشياء ما طلعت في الاعلام ايش دخل الاعلام فيها سؤال واحد سؤال طبعا انا باقي لحد الان ما عرضت الصوت اتمنى انك تملك الشجاعه ان اعرض للمشاهدين الكرام لا تقول مجد لا تقول برنامج بريك ولا تقول اي شيء ثاني لان اصلا الاحترام المفروض يكون لجمهورك بالدرجه الاولى ولكن خلني اسالك لا تقول شيء خلني اسالك يا بريك هل خروج كلمه او كلمه مثل هذه انا ماني متعود انسحب او متعود اخاف من شيء أنا بسألك لكن هذا شيء خاص انا بسالك هل خروج كلمه مثل هذه تراه مناسب الناس وقفوا خلفك ودعموك يا بريك الأشياء الخاصة خاصة سواء الشيء الخاص خاص تعتذر؟ أعتذر من إيش؟ من اللفظ ما لفظ؟ أعرض للمشاهدين تبين أنا أعرض وتعتذر؟ أعرض أعرض يا بريك بشرط أنك تعتذر من الجمهور من الجمهور ومن الكل من جمهوري انا من جمهور معتذر من كل شيء لكن الكل لا الكل لا ليه الكل لا جمهوري انا اعتذر منهم لكن الكل لا لكن انت اذا ودك تعرض لكن انا اعتذر لجمهوري في مقابلهم لكن هذا شيء خاص سعود سعود ترى شيء خاص سعود. يا بريك تصدقني انك تبي تعرض نفسك المشاعر اشرب موي المهم وش دخل المويه اشرب مويه وش دخل المويه اشرب مويه خلينا في موضوعنا اشرب مويه عشان نعرف نتكلم معك ونعرف لانك يبدو انك متوتر متوتر انت يا بريك انا المتوتر ايه مقفل الباب افتح الباب وتعال واجهني طيب. الحين نشوف من المتوتر ها لا تستعجل ما ادري وينك من السماعات تكلمني لا تستعجل على جيتي لك لان جيتي لك غالبا ما هي في صالحك. طيب تعال ورني اللي في صالحي واللي ما هو في صالحي. طيب يا جماعة الخير تجاوزوا الصوت هذا وأتمنى من بعض وليس الكل لأن لغة التعميم مشكلة من بعض المشاهير أنهم ينتقون ألفاظ مناسبة لمتابعين لأنهم هم اللي وضعوهم. كلمات عيب إنها تطلع. خير رأيت يا رجال. عطوني يا جماعة الخير ما بتوتر بس وش هو عطوني يا جماعة الخير هذا لا صورة في صورة ايه عرضوها لسعود فقط قد تكون انها تلحق الصوت الصورة السابقة او الصوت يلا بشكل خاص لسعود هلا هذه لا نعرض للمشاهدين كرام اتمنى شوف قل له الله هذه انا حطيتها في سنابي ترى نعرضها للمشاهدين هذه حطيتها في سنابي لكن لا تعرضها للمشاهدين درءا الشيء ان يا جماعه المشكله النايمه يا جماعه الخير
الرجل سبحان الله العظيم يعني مشكلة نايمة بريك تجي أنت تطلعها، خلي المشكلة نايمة يا أخوي. هذه أسئلة جماهير، أسئلة مو أسئلة بريك، أسئلة وهذا محتواك أنت. أسئلة جماهير أنا ما طلعها، طلعها أنا ما جبت شيء من عندك. طلعها يا بريك. أنا استاذنك، تعرض للمشاهدين الكرام ولا لا؟ تعرض. اعرضوا يا جماعة الخير، أنا حاطة في سنابي لكن والله عشان المشاكل ما أبيها تعرض، لكن الحين اعرضها. تعرض ولا لا؟ اعرضها بيتين عادية، اعرضوا لها المشاهدين الكرام، اقرأ البيتين يا سعود. المواقف واضحة والشك جايل، وبوجهين الأوادم عارفين، والله إن شرواه شر أم الجدايل من يطلقها تروح الكارهين، وتكرم أم الجدايل ويكرموا أخواننا وأخواتنا، احنا نقصد اللي تمايل. من هو؟ وش اللي من هو؟ من هو مقصود؟ أم الجدايل طبعاً. ما سألك عن أم الجدايل، نعرف أم الجدايل، أسألك عن من هو أم المقصود؟ أم الجدايل اللي تمايل. من هو المقصود؟ وليس أخواتنا. من هو المقصود يا سعود؟ سؤالي واضح، لا تروح يمين يسار. لا، من المقصود؟ من المقصود في ذا البيتين؟ إيه؟ أقصد لي شخص معين برا الإعلام، نزل بيتين ورديت عليه في البيتين دي واستاهلها. هذا الرد كان أثناء مشكلة صارت بينك و ما بين احد ابناء عمتك؟ لا، ما هو بيني وبين احد ابناء عمي، او زميله، خوي، كنت احسب انه خوي، طلع بوجهين وارسلت بيتين واستاهله. راكان ملهي؟ لا، وش دخل راكان؟ انا قلت راكان، هل فيها شيء يدل انها راكان؟ ما فيها غير ام الجدايل. هل ام الجدايل تعني راكان؟ هل هو كان راكان؟ هل ام الجدايل تعني راكان؟ ما قلت فيها غير ام الجدايل. ليش حذفت طيب؟ وش اللي ليش حذفت؟ ليش حذفت المقطع هذا؟ ليش حذفته من سنابك؟ ما حذفته من سنابي، أخذ لها 24 ساعة وطار. أنت تقصد راكان؟ راكان من؟ يمحورونها ويقولون تقصدني، أقصدك كيف؟ سعود، تشوف في نفسك نقص إني أقصدك؟ سعود، كلامي واضح، ها؟ ولكن أعتقد أنك في وضع يحتاج فعلا اني اكون قدامك. انا جايك اسمع. حياك من اليوم، وانت تكلمنا من مدري وين. أنا لازم أجيك يا سعود، لازم أجيك، لكني جايب لك ثلاث ملفات أتمنى أنك تقراها للمشاهدين الكرام. وش الأول؟ قبل لا أقراها، هذا أنا مستبعده مليون في المية. مستوفي الشروط؟ مستوفي الشروط؟ ما أنت لا تستبعد. الثاني شنو؟ تؤجل للمراجعة. وهذه الثالث؟ غير مكتملة هدلة. وين تتوقع أنت؟ وين تتوقع؟ وين ايش؟ وين تتوقع؟ تتوقع ايش؟ نفسك في اي ملف؟ ودي انه مستوفي الشروط. متى حست عائلتك انها فخوره بك؟ دايم؟ امس حسوا ما حسوا اللمس؟ واليوم صح واليوم صح انهم ما حسوا اللمس؟ كل يوم يحسون. امس واليوم حسوا انهم فخورين بس. وكل يوم يتجدد عشانك طالع من بريك. عندهم خبر من قبل لا اطلع مع بريك، واليوم الظهر انهم نايمين، فبكره بيحسون. متى بتحط نقطه؟ نقطه ايش؟ نقطه نهايه مشوار سعود الاعلامي. نقطه نهايه؟ انا انسان لا ينتهي، يبتدي من حيث ينتهي، فاذا انتهيت ادر انها بدايه جديده. متى بتوقف اعلام سعود؟ توقف اعلام؟ ايه. ليش اوقف اعلام؟ لاني بقول لك الاسباب بعد شوي. انت في نيتك توقف ولا لا؟ ما هي في نيتي اوقف ولا اني موقف. ولا انت موقف؟ ولا اني موقف، وجالس على جبودكم مره. شاعر؟ ما هو بر اللي احكم على نفسي. اسالك انا، ابو شاعر؟ ما هو بر اللي احكم. انت شاعر ولا من شاعر؟ انا شاعر اكبر من الشعار كلهم. أكبر من الشعار كلهم؟ كلهم، ويدرون حجم هالكلمة الشعراء فيهم. الشعراء يدرون حجم هالكلمة اللي أنا قاعد أقولها وأنا قدها.
يعني نقول هذا سعود هذال يقول أنا شاعر وأكبر من الشعراء كلهم. نعم أنا مدرسة شعراء. كل الشعراء على رأسهم المتربي، حيين وميتين على رأسهم المتربي. هل الخلافات الشخصية كثيرة في حياة سعود؟ خلافات؟ مما أثرت عليها إعلاميا؟ أثرت عليها إعلاميا؟ ليه أنت تشوف تأثير إعلامي؟ يعني أنا أشوف أنك مش متزن إعلاميا. مش متزن إعلاميا بناء على أي كلام قاعد. والدليل المقطع الصوتي اللي قبل شوي. المقطع الصوتي اللي قبل شوي، أنت يعني قاعد تضغط على يدي اللي تجعني بالمقطع الصوتي اللي قبل شوي. ترى والله ما عندي أي مشكلة إنه إعلام، وتدري إني مخربها وبقول لك أعرض، لكن والله إني محترم الناس. وأنا والله ما طلعت لين الحين، تدري ليه؟ عشان لا يقولون جبان وطلع مدري شلون. أنا قاعد تمنيت إنك لو إنك ما دخلت هذا المجال. مجال إيش؟ الإعلام. طبعا أنا إعلامي خصوصا السوشيال ميديا. أنا إعلامي من يوم عمري 14 سنة، أبى أتمنى الحين إني ما أكون إعلامي. أنا من اللي يدرسون الإعلاميين الإعلام والله. أنا من اللي يدرسون الإعلاميين الإعلام. الشعر هو إعلام العرب من يوم ربي خلقهم، فأنا أعتبر إعلامي وأنت لا تعتبر إعلامي. ما شفنا. لا تحسب إن الإعلام على قلم وطاولة. الإعلام شعر ترى في أساسه. ما شفناكم برضو. لا تعتبر الإعلام إنه عدم ضبط المحتوى والكنترول على الألفاظ. وش ألفاظي اللي قلتها؟ نعرض الصوت. والله يا بريك ما عندي أي مشكلة. نعرض الصوت حتى يفهم المشاهد إني أنا أتكلم صح. تبي المحتوى. لا تقول لي أنا إعلامي من قبل لا تمسك ورقة وقلم ولا أشعر من الشعراء ولا ولا ولا. الإعلامي من يحفظ لسانه أنا وينتقي كلماته ومفرداته. أنا لما قلت كلام قلته وأنا أدري وش حجم ثقتي في هالكلام. وإن كان في شاعر يحس نفسه شاعر يقول إنه برنامج الميركة. برنامج الميركة. أسلم. شو يعني لك؟ يعني لي ثغرة وإنجاز في نفس الوقت. إنجاز. نعم. كيف ثغرة وإنجاز؟ نجم جماهير الميركة. هذا الإعلامي. نجم جماهير الميركة وفي نفس الوقت. ثغرة وإنجاز. إيش يسمونها؟ إعلامي. واو هذه الطيحة. المهم إنه شيء تحت وإنجاز. فبرنامج الميركة أضاف لي وأنا أضفت له أكثر مما أضاف لي، بس يكفي شيء واحد أضاف له برنامج الميركة لسعود. اللي هو محبة الناس اللي يحبون سعود، وهذه بحد ذاتها أنا أقول محبة الناس اللي يحبون سعود لأنه سعود سعود، وللآن مستمرين ولله الحمد. سعود في مقطع فيديو حلو ودنا نعرضه. ودي تملك الشجاعة ويعرض للمشاهدين الكرام. وري ذا المقطع. جماعة الخير اعرضوا المقطع لسعود فقط. بلف لك الشاشة. ألف لك. لا تعرض. ما هو لا تعرض. احترام المرة. ليش ما نعرضه؟ انا نشوف انه عادي. لا صوت عرض، لا تغريدة عرضت، لا تغريدة ما... لا فيديو عرض، لا اعترافات في بعض صريحك، لا الفاظ منتقاة لجمهورك الكريم، لا اعتذار موجود. سعود انت شو قل لي لله. سعود انت وين رايح؟ للمجد اللي يقولون. أنت أثر عليك عمر؟ أثر علي عمر؟ ليش يأثر علي؟ ودك تصير مثل عمر؟ عمر من اللي ما وده يصير مثل عمر؟ لكني أنا سعود. ولا ما تصير زيه؟ أنا سعود ما يبي عمر. هذه غيرة ولا وش؟ أما غبغار بالعمر. أبك عمر قدوتي الله يرضى لي عليك. طيب ورا ما تصير زيه؟ كيف وش؟ ورا ما تصير زي عمر؟ لأني سعود.
لأنك سعود؟ الله. طيب خذ الشيء من قدوتك، ما تقول قدوتي عمر؟ الله. خذ منه طيب الأشياء، خذ منه المفردات، خذ منه الحس الشعري الجميل. العمر شخصيته والسعود شخصيته، العمر شعره والسعود شعره. وإذا كان بقيم الشعر أنت ولا غيرك فمصيبة، الشعر ما له أي تقييم. سعود بيه، كيفك مع النشر؟ نشر إيش؟ نشر المشاهير لك. نشر المشاهير لي يا شيخ، أقسم بالله العلي العظيم أني قدرت واحترمت أكثر من الكفاية، وهذا تعهدك، هذا تعهد رجال. شرهتك على اللي يجيك مرة ثانية. للأسف والله العظيم، للأسف هذا هو طالة عماركم. بعضا من المقطع الصوتي، جزء بسيط من المقطع الصوتي، هذا اللي شفته، وما خفي أعظم. طبعا أدلة غير مكتملة. هذا عنده يعني عنده علامات استفهام كثير. من اللي أوجده في السوشيال ميديا؟ هل هو كان له فضل أو كان لا أحد عليه فضل؟ المتهم التالي محمد الشريف.